بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الجزء الثاني في الشيت، مسألة رقم 7 بتقول ايه؟ Two students derived the following two different formula in order to calculate the distance x. يقول لك في طالبين استنتجوا معادلتين مختلفتين عشان يوجدوا المسافة x. Distance ايه؟ x. Traveled by a car اللي هي ايه؟ مشيتها عربية. Of acceleration ايه؟ بعجلة ايه؟ and the initial speed v نود والسرعة الابتدائية v نود in a time t. طبعا لو قال لي سرعة v نود ابتدائية، سرعة average، اي سرعة هي كلها في الاخر اول واخر تعتبر ايه؟ v velocity، يعني الدايمنشن بتاعتها l t negative a 1. طيب ادي تو ايكويشنز، هون مين فيهم الصح ومين فيهم ايه الغلط. اول ايكويشن ونسميها ايه؟ x بيساوي v نود t بلس half a t. الايكويشن دي عشان تبقى سليمه لازم الدايمنشن بتاع اليمين لازم بيساوي الدايمنشن بتاع ايه؟ اليمين بيساوي ايه؟ الشمال. تاني حاجه الدايمنشن دي حلو لها اللي هي ديستانس، المفروض ده مجموع على ده، يبقى المفروض الدايمنشن بتاع ده كله بيساوي الدايمنشن بتاع ده كله بيساوي الدايمنشن بتاع مين؟ بتاع الاكس. ده عشان احقق المعادله. طيب نشوف الليفت هاند سايد، ديسبليسمنت او ازاحه او مسافه، يبقى ال، ودي اول خطوه. الرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد عباره عن ايه؟ حتتين، تو تيرمز. في نوت تي ده بكام؟ السرعه عباره عن ايه؟ L T negative 1 والزمن T. اوكي يبقى T دي راحت مع T دي يتفضل L. الجزء الثاني نص A T، النص مالوش dimension، ال L العجلة L T negative 2 والزمن T، ده لما يتضرب في ده هيبقى L T negative 1. هل ده ينفع يتجمع على ده؟ لا، يبقى المعادلة دي ايه؟ غلط. طب الجزء B قال لي ايه؟ ان x بتساوي v نود t زائد نص a t تربيع. برضو الليفت هاند سايد عبارة عن ايه؟ L، ودي اول جزء. طيب الجزء اللي هنا الرايت هاند سايد هو v نود t، الدايمنشن بتاعتهم لسه جايبها انا من شويه اللي هي بكام؟ ب ال. طيب نص اي تي تربيع، قلنا النص ملوش دايمنشن. طب العجله ال تي نيجاتيف 2 والتايم هنا سكوير، يبقى تي سكوير. اوكي التي سكوير مع تي نيجاتيف 2 يبقى هنا ال بلس ال، ينفع الجمعه؟ يدينا ال، يبقى ده الطرف الثاني، يبقى الطرف الشمال والطرف اليمين قد بعض، يبقى المعادلة دي هي الايه؟ السليمة. يبقى المعادلة التانية هي الايه؟ الصح. طيب نشوف المسألة بعد كده، مسألة 8 بيقول لي by using the theory of dimension، باستخدام نظرية الدايمنشن check the validity، اعمل اختبار على الايكويشن دي هل هي سليمة ولا لا. الايكويشن بتقول ايه؟ y بيساوي m g l نود على باي ار تربيع دلتا ال. وشرح لي بقى الواي اسمه معامل يانج، وراح جالي في اخر المساله قال لي معامل يانج ده يعتبر ايه؟ بيقاس بالايه؟ باسكال. يبقى ده كانه ايه؟ بيني وبينكو كانه بريشر، يونت بريشر او ابعاد ايه؟ بريشر. وقال لي ام الماس، يبقى ام دي الماس كتله، وجي الجرافيتي الاكسلريشن بتاعت الجرافيتي عجله يعني، وال نوت اللينس اوريجينال لينس، يبقى دي كانها ايه؟ برضو لينس. وار اللي ريديوس برضو تعتبر كانها ايه؟ لينس. ودلتا ال الونجيشن او الاستاله تعتبر برضو ايه؟ لينس. المعادله دي عشان تبقى سليمه لازم الليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد. الليفت هاند سايد البريشر، الدايمنشنز بتاعت البريشر ايه؟ لو احنا متذكرين بالظبط الدايمنشن بتاع البريشر ام
ال نيجاتيف 1 تي نيجاتيف ايه 2، ودي اول حاجه. طب الرايت هاند سايد دي عباره عن ايه؟ قصه شويه. ام ماس ام الجرافيتي او الاكسلريشن ال تي نيجاتيف 2، ال نوت بال باي مالوش دايمنشن، ار تربيع لينث تربيع يبقى ال تربيع، ودلتا ال برضو لينث تعتبر بال، ال هنا وال هنا ما يتضربوا في بعض بال تربيع، يبقى ال ال تربيع دي راحت مع دي. يتفضل ايه اللي فاضل؟ ام تي نيجاتيف 2 على ال، ال ال دي تطلع فوق يبقى ام ال نيجاتيف 1 تي نيجاتيف 2. مش ده هو ده يعني equation او معادله 2 هي واحد، يبقى المعادله دي ايه؟ سليمه، او المعادله دي ايه؟ valid. valid يعني صحيحه. طيب مساله 9 بيقول لي if the frequency f ده الفريكوانسي، وحده الفريكوانسي ايه؟ يا هرتز او ثانيه ماينس 1، يبقى الدايمنشن بتاعته ايه؟ تي ماينس 1، يبقى دي الدايمنشن بتاعته. يبقى بيقول لي if the frequency of a sound wave through a stretched wire depends on tension force، يعني بيقول لي التردد بيعتمد على التنشن فورس، يبقى تي دي هنا ايه؟ فورس قوه. and mass per unit length حاجه اسمها ميو، دي اسمها الماس بير يونت لينث، يعني كتلة وحدة الأطوال، يعني كأنها إيه؟ ماس على لينث. تعال نشوف اللي بعده، بيعتمد على إيه كمان؟ ديبند على اللينث أوف فاير ال. عايز إيه؟ by using the theory of dimension estimate the relation between إيه؟ these physical إيه؟ quantities. عايز يجيب الإيكويشن. طيب يبقى اقدر اقول زي ما احنا تعودنا ان الاف بروبورشنال تي تو باور اي، واف بروبورشنال ميو تو باور بي، واف بروبورشنال ال تو باور اي سي. يعني اقدر اقول ان الاف بتساوي كونستانت تي تو باور اي ميو تو باور بي ال تو باور سي. عشان اجيب الاي والبي والسي لازم اعمل ايه؟ اشوف الدايمنشن بتاعت الشمال لازم بتساوي الدايمنشن بتاعت اليمين. طب الشمال ده احنا لسه قايلين اللي هو ايه؟ تي نيجاتيف 1. هل في ام؟ ممكن اقول ام تو باور ايه؟ 0. هل في ال؟ ممكن اقول ال تو باور ايه؟ 0. بيساوي الكونستنت ده ملوش دايمنشن ولا يونت، دي ايه؟ فورس. واحنا اتعلمنا ان الفورس الدايمنشن بتاعتها ايه؟ ام ال تي نيجاتيف 2 تو باور اي، والميو هي احنا قلنا الميو لها ايه؟ ماس على لينث، يعني كانها ايه؟ ام ال نيجاتيف 1 تو باور بي، وال زي ما هي يبقى بيساوي فك ام تو باور اي ال تو باور اي تي نيجاتيف 2 اي ام تو باور بي ال نيجاتيف بي ال سي. دخلت الاي هنا ودخلت البي هنا، جمع اليوم ده وده يبقى ام اي بلس بي. طب واللات؟ يبقى ال اي ناقص بي زائد سي، والتي ما فيش الا تي واحده، تي نيجاتيف 2 اي. كل ده بيساوي ايه؟ ام تو باور 0 ال تو باور 0 تي نيجاتيف 1. تعال نشوف، تعال بص لي التي، التي اهي، يبقى انا لو بصيت على التي يبقى الاس الباور نيجاتيف 1 بيساوي نيجاتيف 2 اي، يبقى الاي من هنا بكام؟ بهاف، ودي اول جزء. بص على الام، الام اي بلس بي بتساوي ايه؟ 0، يبقى 0 بتساوي اي بلس بي، يبقى البي بتساوي نيجاتيف اي، يبقى البي هتساوي كام؟ والاي بنص، يبقى نيجاتيف ايه؟ هاف. دي الايكويشن ايه؟ دي النقطة التانية. فاضل السي عن طريق ال، ال 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 بتساوي كام من هنا؟ هنا
بالظبط. برضو A ناقص B زائد C بيساوي 0. عوض ال A بكام؟ بهاف نص، وال B نيجاتيف هاف، نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف، يبقى بوزيتيف هاف بلس C بيساوي 0. يبقى C بتساوي كام؟ نيجاتيف 1. يبقى أنا جبت ال A وال B وال C، أطلع أوضح أنا معادلة، المعادلة اللي فوق دي اللي عليها نجمة دي. أوكي؟ يبقى أقدر أقول إيه؟ إن ال F بتساوي constant times أو ضرب T ال A half ميو to power B، ال B بنيجاتيف هاف، و L to power C نيجاتيف 1. أظبط المعادلة كده، يبقى F بتساوي إيه؟ constant L ناقص 1، يعني كأنها ديفايد إيه؟ L، 1 على L، وهنا هاف وهنا هاف، بس هنا الهاف بالنيجاتيف، كأنهم تحت روت سكوير. الهاف بتاعته موجبة يبقى T فوق، والهاف بتاعته سالبة يبقى تحت. يبقى هي دي الإيكويشن، وكده قدرت إيه؟ أحسب الإيه؟ المعادلة بتاعتي. آخر مسألة، مسألة رقم 10، بتقول إيه؟ By using theory of dimension، باستخدام نظرية الدايمنشن، estimate the relation of the velocity of sound V. عايز V، V اللي هي مين؟ الـ velocity. In a fluid with the density rho، قال لي إن الـ V دي بتعتمد على الـ rho اللي هي الـ density، كثافة، وبتعتمد على حاجة اسمها الـ bulk modulus B. البالك مودلس، سوري، بالك مودلس. اوكي طيب، وقال لي في الاخر ان البالك مودلس يقاس بالايه؟ باسكال، يعني كانه ايه؟ بريشر، وحدات بريشر او دايمنشن بريشر. برضو هنا هقول ان في بروبورشنال رو تو باور ايه، وال V proportional to B power B. طيب يبقى اقدر اقول ان ال V equal constant rho to power A B to power B. فك بقى دي velocity، يبقى L T negative 1، ممكن احط ال M من عندي، M to power 0 بيساوي ال constant مالوش ايه؟ dimension. ال constant مالوش ايه؟ dimension. طب ال density، ابعاد ال density ايه؟ هي ماس على فوليوم، كانها ام ال نيجاتيف 3. طب وده مش ده بريشر، ولسه قايلين البريشر ايه؟ ام ال نيجاتيف 1 تي نيجاتيف ايه 2. ظبط المعادله، ام وام كانها ام 2. اوكي سوري، هنا نسينا حته بس كده دلوقتي مع الاستعجال، المفروض ده احطهم ايه؟ تو باور ايه؟ A، وده to power A B. يبقى بيساوي يا شباب، سوري ثواني، بيساوي فك دخل ال A M to power A و L negative 3 A، وهنا M to power B L negative B T negative 2 B. كل ده بيساوي ايه؟ M to power 0 L T negative 1. برضو هنعمل، هنجمع الامات مع بعض، يبقى M A plus B، الالات L negative 3 A negative B، T مفيش الا T بس ايه؟ negative 2 A B. اوكي negative 2 A B. كل ده بيساوي، احنا قلنا M 0 L T negative 1، هات لي تي، يبقى نيجاتيف 1 بيساوي نيجاتيف 2 ايه بي، يبقى البي بكام؟ بهاف. دي اول حاجه انا جبتها. طيب عايز اجيب الايه؟ بالظبط اجيبها عن طريق الام، اسهل، 0 بيساوي A بلس بي، يبقى الاي بتساوي نيجاتيف ايه بي، يبقى الاي بتساوي نيجاتيف ايه هاف. يبقى انا جبت الاي والبي، اطلع اقعد في المعادله ايه اللي عليها نجمه، يبقى في هتساوي كونستانت في
رو تو باور اي نيجاتيف هاف وبي تو باور هاف. لو انا حبيت اظبطها او اعدلها يرسل كونستانت روت سكوير بي على رو، ودي المعادله. يا رب تكونوا فهمتوا الايه الشيت ده.